لو الحكاية فيها إن فيجو مسجل عليها من 2012 على وظيفة ومعاش. رحت على برضه عند قصر الاتحادية عشان اقابل السيسي اول ما مسك، يقولي لو ما مشيتش من هنا احنا هنضربه في النار لان مفيش حد يقابل الرئيس. طبعا عايز تقابل الرئيس، في مندوب مندوب بداله قاعد في مجلس الوزراء، روح له وقول له على شكوتك وهو يحلها لك. جيت قالوا لي قدم الورق بتاعك، قدمته مرتين من اول شهر 7. جيت في شهر 8 اسال قالوا لي الورق بتاعك ما مش لاقيه، قدم ورق تاني. رحت مقدم راح مديني ورق اهو رقم دي اول شكوى ماشي حضرتك، ودي الشكوى الثانيه نفس النظام. الشؤون الاجتماعية حضرتك ما بيعملوش حاجة ولا المحافظ. أنا رحت المحافظ المنطقي أحمد، اسمه أحمد شيرين، عشان يقابلني ما رضيش يقابلني، وأنا معايا أوراقي كلها، ولا معايا حازة أرض، ولا معايا، ما عنديش تأمين وتعبان، ومعايا أطفال وقاعد في الشارع مش عارف اروح لمين. عندك كم طفل يا حاج؟ ايه؟ كم طفل؟ معايا طفلين، معايا مصطفى عنده 13 سنة وابراهيم عنده 12 سنة. وجيت هنا برضه لابراهيم دي محنت من يوم 10 في شهر رمضان، قابلت ظابط قال لي لو ما مشيتش من هنا انا هوتر عليك وهضربك بالنار. قلت له اعمل اللي انت عايزه ما بخافش. قال لي هقول عليك ارهابي وهضربك بالنار. طب وانت بتطالب بايه دلوقتي؟ انا بطالب لا بوظيفة ولا معاش اجتماعي. وظيفة او معاش اجتماعي؟ معاش المعوقين. ورحت التنظيم والإدارة بتاع المعوقين، مفيش فايدة، جيب ورقة وقال. ورحت المحافظة كذا مرة، نقابل المحافظ أحمد شيرين معرفش أقابله، اكتب برضه الطلب بتاعك وإحنا هنقدمه. أروح الشؤون الاجتماعية، أنا كنت بقبض على أيام محمد حسني مبارك، كنت باخد مساعدة اجتماعية 200 جنيه، لما جت الثورة قطعوها. يعني انت بتطلب دلوقتي بمعاش اجتماعي؟ معاش اجتماعي او وظيفه، او وظيفه حاجه تكون مريحه ومناسبه ليه؟ حاجه في شغل اجتماعي في مجلس المدينه. مجلس المدينه عندنا كله مشغل اخوان، مشغل الاخوان كلها في مجلس المدينه. انا اروح لمجلس، رحت لرئيس مجلس المدينه ما بيقابلش اي حد، بيقول لي انا يا ابني انا اطلع اشحت عليك، روح اتصرف انت، انا ماليش دعوه انا في الكلام ده، روح اتصرف، روح للمحافظ، روح لاي حد. تمام. فانا تعبت، انا مش همشي من هنا غير ما اشوف حل للموضوع ده، يا اما يضربونا بالنار يا اما نعضهم بقى. احنا نعلوهم ضغط هنا مرة، نعلوهم قدام المجلس هنا خالص مرة، اقول لهم انا قدامكم هم موجودين، ان احنا مش عارفين نعيش بصراحة. فيجو